بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير أحبتي في الله. إخواني وأخواتي أينما كنتم حيثما حللتم، أخاطبكم عبر أثير MTV الكندية ومن رحاب مسجد الدار هنا في أوكفيل في منطقة أونتاريو شرق كندا. نحن اليوم في ثامن أيام رمضان الفضيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الخير والبركة وأن يعيننا على صيام أيامه وعلى قيام لياليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطبق علينا جميعا أنا وأنتم إخواني وأخواتي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يعيننا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا. بالأمس ابتدأنا الحلقة الأولى في لايف مع الدكتور أمجد، هي محاولة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها للتفاعل مع المجتمع. طبعا تجدون في هذا البرنامج رقم الهاتف موجود أمامكم للتفاعل والاستفسارات. رجائي الوحيد فقط إذا تكرمتم من يشرفنا ويدخل معنا على الخط يكون سؤاله في موضوع الحلقة. كل حلقة رح يكون لها موضوع معين، أنا أطرح إشكالية أو تساؤلا أعطي فيه وجهة نظر ونتناقش ونخلص بفائدة بإذن الله تستفيد منها العائلة، الأسرة، من يجلسون الآن في البيت. طبعا الخطاب بالدرجة الأولى بالتوقيت موجه لمنطقة شرق كندا التي نبث منها، حيث أننا ما زال بيننا وبين الإفطار قريب ما يقرب من ساعة وربع إلى ساعة ونصف، وأعلم أنه الباقيين. ورقم التليفون طبعا لمن أراد، لمن أحب أن يدخل ويتصل ويشارك في موضوع الحلقة موجود على الشاشة. موضوعنا اليوم هو: يا أحبة، هل الشهرة طريق للسعادة أم للتعاسة؟ في عندنا تصور موضوع الشهرة، فلان مشهور ما شاء الله، فلان نياله هذا. قبل، إذا رجعنا عفوا، قبل حوالي 20-30-40 سنة الشهرة كانت مقصورة، إذا بدنا نحكي عن الشهرة الإعلامية، فقط بممثلي السينما، ماشي، مش التلفزيون، حتى ممثلي السينما، الأبطال الرياضيين، السياسيين إلى حد ما، الممثلين، المغنين إلى حد ما، هؤلاء كان عندهم شهرة. الآن دخلنا على عالم رهيب جدا، موضوع السوشيال ميديا، التطبيقات العجيبة التي جعلت هذا العالم، القرية بسموها القرية العالمية، الجلوبال فيليج، صار الآن قطعة من البلاستيك بسيطة اللي بسموها موبايل، قادر الإنسان يسجل فيديوهات ويعمل صوت ويعملها إديتينج وينشر، يكون عنده فولورز بالآلاف ثم بعشرات الآلاف ثم بالملايين. دخلنا بشيء غريب عجيب جدا، أصبح عند الناس مرضا الآن. بعض الأمهات، بعض الأخوات بتحضر الفطور بتصوره بتنشره، بتستنى الموضوع، بتغير العفش بتصوره بتنشر، بيطلع مع مرته أو مع خطيبته بتصور وبودي، فرضا على سبيل المثال. فالآن دخلنا بعالم جديد، صارت الصورة والكاميرا والفيديو دخلت على الخصوصيات، كشفت كثير من الأمور. الآن دخلنا في إشي جديد يدخل في الناحية النفسية والناحية الوجدانية والناحية الأخلاقية والناحية الشرعية، كلها متداخلة مع بعض. يا ترى أنا لماذا أسعى أن الناس تعرف أني أنا هسه فطرت كذا، هسه تغديت كذا، الآن تعشيت كذا، الآن أنا مع فلان، الآن. طب بعضها، هل هذا كله خطأ ولا جزء منه صح؟ هل هذا كله حرام إذا بناخذ ناحية شرعية؟ هل هذا رياء؟ هل هناك في الإسلام أبواب يمدح فيها الشهرة والسعي لها؟ كيف؟ ماذا؟ لمن؟ هذه النقاط حبيت الآن أنا أجلي، بدي أعطي تصور مبدئي تقريبا لمدة 7-8 دقائق، بعد ذلك بدي أفتح الباب بالأسئلة، الأسئلة اللي ما طرحتها، فيرت إذا تكرمتم تستمعوا معي الدقائق حتى أعطيكم التصور للفكرة اللي أطرحها، بعد ذلك أطرح السؤال حول موضوع الشهرة، هل هو طريق للسعادة أم طريق للتعاسة؟ الآن السؤال يطرح كالتالي: نحن معاشر المؤمنين، معاشر المسلمين، هل عندنا مشكلة
أن يكون الشخص مشهورا؟ يعني هل في نصوص في الإسلام بمضامينها أو بحرفياتها تقول لا يجوز لك أن تكون مشهور لأن الشهرة رياء والرياء جزء من الشرك وهذا حرام؟ هل عندنا شيء من هذا القبيل مثلا؟ ولا بالعكس الإسلام يشجع كل الناس يكونوا مشهورين؟ توضيحا أنا أحب جدا إنه ربنا يستخدمني في موضوع توضيح المفاهيم وتصحيح المفاهيم. عندنا في الإسلام يا أحبة لا يوجد عندنا مشكلة في الشهرة، نحن مشكلتنا في بماذا هو مشهور ولماذا هو مشهور وكيف تمت الشهرة. احنا عندنا مثلا الغاية لا تبرر الوسيلة، ماشي؟ يعني الطريقة كيف اشتهر، والله عمل جريمة قتل مثلا سرق سرقة وكل الناس بسيرته انه حرامي، هو مشهور بس حرامي، بس هو مشهور. لا 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 لا، عندنا بتفرق حرامي شو مشهور. والله فتوة في الشارع مثلا على سبيل المثال بضرب الناس فالكل بسيرته، طيب بإيش؟ بس الكل بسيرته، طيب بإيش؟ بسيرته انه مجرم قتال قتلة بيعتدي على الناس بتحرش إلى لا، طيب إيش الشهرة؟ كيف اشتهرت بتفرق عندنا بين الحرام والحلال. طيب لماذا اشتهرت؟ النية. بما اشتهرت؟ كيف اشتهرت؟ اشتهرت باني والعياذ بالله الكل بيعرفني اني متكبر. او ماي جاد ايش هاد شو. بس الكل بس شهرة لكنها في امر سيء جدا وممقوت جدا. فعندنا كذا. طيب ولماذا انا اسعى للشهرة؟ لاحظوا لماذا، ما الذي تريده؟ تريد وجه الله، تريد الخير، تريد نشر الخير، قياسا على ان تبدوا الصدقات فنعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهي خير لكم. يعني عندي هذا وعندي هذا، النية هي اللي بتحدد انت ليش مرات هذا مسموح مرات هذا مسموح. لاحظوا انا عم بطرح اشكالياتنا، هو انا عنوان حلقتي هل الشهرة طريقة للسعادة ام للتعاسة؟ التصور الاسلامي المبسط بفهمي المتواضع لا مشكلة في الشهرة ذاتها، لكن المشكلة بما انا مشهور، كيف اشتهرت ولماذا اشتهرت. ونقطة أخرى بطرحها بعد ذلك بطرح عليكم الأسئلة وببتدأ بالسماع اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، إنه إحدى الخلاصات هل الشهرة عندنا غاية أم وسيلة في الإسلام؟ لاحظ الشهرة عندنا وسيلة إن كان هناك داع لها وليست غاية بذاتها. الغاية أن أكون مشهور، لأنه إذا الغاية أن تكون مشهورا فقط والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، أي شخص الآن بيرتكب جريمة قتل يصبح مشهور خلال دقائق على كل الأخبار ربما العالمية. طب مشهور بإيش؟ أنه مجرم. طب ها والله أسرع طريقة للشهرة أن تقوم بجريمة لكنك بعيد عنكم مجرم. فإحنا لا، نحن الآن بما مشهور كما شوف، إحنا عندنا الشهرة ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة. غير عن أنه الشهرة طبعا عندي أنا بدي أذكر أحاديث وبدي أذكر أكثر من حديث وأكثر من سياق، لكن بدي أجيبها في وقتها المناسب لما أقوم بلملمة الموضوع. لكن هذا البرنامج برنامج تفاعلي. بقول الآن أبرز المشاهير في حياتنا، ماشي، الممثلون، المطربون، المغنون، الرياضيون، هذا الأشهر. يا ترى هل هؤلاء المشاهير حياتهم سعيدة؟ هل مشاهير التمثيل حياتهم فعلا لأنهم اشتهروا وتحقق لهم الشهرة هل هم سعداء؟ هل هم يشعرون بالسعادة حينما يسيرون بالشارع لأن الناس تتصور معهم أو تغلق الطرق حتى يقفوا يأخذوا سيلفي معهم؟ هل هذا حقيقة ما كانوا يبغونه وعندما وصلوا له يشعرون بالطمأنينة؟ هل مشاهير السوشيال ميديا لكل الناس بتابعهم ما شاء الله هم سعداء لأنهم اشتهروا؟ هل إذا أنت مشيت بالشارع والكل يشير إليك بالأصبع فلان فلان فلان، بمعنى لدرجة خصوصياتك تم ضربها، لا تستطيع أن تسير مع زوجتك أو مع ابنتك، لا تستطيع أن تحدث أختك لأن الناس لا تعرف هذه أختك أم ابنتك أم زوجتك، فبالتالي بيطلع عليك كلام، تصور وتطلع عليك إشاعات. يا ترى أنا الآن بدي أطرح الإشكالية، أعطيت التصور المبدأ الإسلامي، بدي أطرح الإشكالية الآن. هذا النوع من الشهرة الذي كان إلى حد ما مقصورا على زي ما قلت الممثلين والرياضيين العالميين والمغنين والمطربين أصبح متاحا، كل من عنده كاميرا بسيطة بفيديو بسيط تطبيقات مجانية بإمكانه أن يكون مشهورا بكل شيء. وبتعرفوا أنتوا عندنا كان عندنا مشهور الفيسبوك، دخلنا على تويتر، الانستغرام، سناب شات، الآن طلعنا والعياذ بالله بالتيك توك،
طيب ايش هو هكذا؟ انا طبعا ما شفتش يعني يمكن فتحت عليه مش اشوف شو التطبيق دقائق بس استوعبتوش الى الان، لكن مما سمعت وقرات وكذا حركات رقص غريبة، جنون، تحديات بطرق سخيفة، فلانة اشتهرت هي عم تاكل حبة الليمون ووجهها بتمعر بطريقة عجيبة، فلانة اشتهرت بإيش وهي عمالها بترقص بطريقة هستيرية وجزء من ثيابها سقطت عنها، فلان اشتهر وهو عم بيقوم بحركات غريبة ويقلد بعض الحيوانات، يا الله شوف وقاعد في غرفة بيته بس الآلاف يشتهرون بماذا؟ لأنه قلد حيوانا فأخذ لقبا اسمه مثل اسم الحيوان. انت احنا وين رايحين؟ احنا وين رايحين؟ هل ندرك ثمن هذه الشهرة؟ هل ندرك ما معنى انه نتيجة الشهرة انا ضربت خصوصيات أثرت على غيري؟ هل انتبهت لأحكامها الشرعية حينما أنشر هذه الخصوصيات؟ هل طبعا أنا الآن عم بطرح إشكاليات وعنواني الرئيسي هو هل الشهرة طريق للسعادة أم للتعاسة؟ الأسئلة الرئيسية اللي حاب أسألكم إياها بحيث تدخلوا بمداخلاتكم أو بأسئلتكم أو بتعليقاتكم عنها، وهي الأرقام موجودة عندكم على الشاشة، وأذكركم بأني أنا محدثكم أمجد قرشة أبث مباشرة من رحاب مسجد الدار في مدينة أوكفيل في منطقة أونتاريو في تورنتو الكبرى عبر أثير MTV الكندية اليوتيوبية. موضوعنا هو هل الشهرة طريقة للسعادة أم للتعاسة؟ في ظلال ما فعلت وقلت، برأيكم ما الذي يدفع الناس إلى حب الشهرة من هذا النوع عبر السوشيال ميديا تخصيصا على الرغم من أخطارها وفضائحها؟ واحد، هل هي فطرة؟ هل الناس يفكرون؟ هل عندهم سوء استيعاب؟ برأيك أعطيني هذه واحدة، بمعنى إما أن تجيب عن برأيك ما الذي يدفع الناس إلى حب الشهرة الجنوني على الرغم من أخطارها التي نرى ما يحصل بالفضائح والمشاكل والإشكاليات بسبب السوشيال ميديا. اثنين، برأيك إيش أبرز القصص اللي ممكن إحنا نتعظ منها إذا كان عندك قصة مؤثرة، وماذا توجه كلمة لهؤلاء الناس؟ إما توجه كلمة أو تعطيني قصة أو تعطيني إجابة برأيك، يا ترى ما الذي يجعل الناس عندهم هذه النظرة الجنونية تجاه موضوع الشهرة على الرغم من كل السايد إفكس التي نشهدها؟ معنا اتصال على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم. فوت سمعت على السريع أنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أمجد جزاكم الله كل خير على البرنامج الرائع وهذا الصرح الرائع الذي يدخل بيوتنا بشكل مفيد إن شاء الله لنا والعائلة. حياك الله أخي الكريم، يا أهلا وسهلا فيك. من معي عفوا؟ معكم سامر الجسري إن شاء الله، أخوكم في الله سامر الجسري. حياك الله، أهلا وسهلا فيك أخ سامر، يا حياكم. تفضل سيدي. الله يعطيك تعليقك أو مداخلتك أو سؤالك، تفضل. عندي سؤال وبنفس الوقت إن شاء الله مداخلة. أنا طبعا عندي قناة يوتيوب وأنا أعمل في هذا المجال، فإن شاء الله رب العالمين مداخلة تكون نافعة للجميع. جميل. اللي هي أي عمل في السوشيال ميديا هذه الأيام وخاصة اليوتيوب والقنوات هذه ممكن هو سلاح ذو حدين. نعم. ممكن استعماله بشيء نافع وشيء يكون أجر لنا وثواب لنا في الدنيا والآخرة وحتى بعد مماتنا، وممكن أن يكون عمل يعني يدخلنا النار والله أعلم. عمل يعني فساد ومشروع فساد. السؤال بالنسبة للتوك توك، التيك توك هو آخر وأحدث الصرعات الآن في هذه الأيام ونرى الكثير من الشباب عليه. كيف نستطيع أن يعني بأفضل طريقة نسحب شبابنا وأولادنا ونقنعهم بالابتعاد عن هذا البرنامج الآب بدون ما يكون في ضغط، بدون ما يكون إجباري؟ أنا هون نصيحتي من يعني سؤالي من باب العلم اللي عندكم بهذا الشيء اللي هو علم التعامل مع العائلة، العلم الديني، كيف ممكن بالمؤاخاة وبالصداقة نسحب أولادنا ونقنعهم بالابتعاد عن التيك توك مع العلم بأن كثير من البرامج الأبس التي بدأت بشكل شبيه بالتيك توك ومن ثم تحولت لأشياء نافعة مثل الفيسبوك وغيره وغيره وغيره، هذا شيء مشهود له ومعروف، لكن في الوقت الحالي التيك توك برنامج لا أعتبره نافع، أنا أعتبره يعني جدا مسيء وبه الكثير من الأشياء المسيئة والمعيبة. هو فعلا أنا التصور اللي ذكرته عن تيك توك صحيح مما سمعته، لأن أنا ما تابعته الصحيح يعني، بس هل فعلا تصوري صحيح إنه شغلات تحديات وفيها سخف وفيها إذلال ويعني خلينا نحكي ونشر لأشياء سيئة كثيرة جدا؟
بشكل عام أقول نعم، بشكل عام أقول نعم. بدأ بعض الأخوة بإدخال بعض الآيات القرآنية عليه، بإدخال الأذان عليه، بإدخال بعض الأشياء الجيدة عليه، لكن هذا الشيء سوف يأخذ وقت. والشيء بالتيك توك هو برنامج يعني ذكي مثل جوجل وغيره، يتبع ما يتبع شهوات الشخص، يعني ما هو ما الشخص يحاول يبحث سيعطيه البرنامج. يعني مثلا لو انت شفت كثير من المزح واشياء فني حيعطيك الاشياء الفني. لو شفت اشي هو هيك لحاله فورا. يعني البروجرامز تبعته اللوغاريتم معموله بطريقه بالارتفيشال انتليجنس، يعني بحيث بتشوف الانترست تبعك وبيحطوا لك يا فيرست سي. يعني لو انت بحثت عن شيء ستجد هذا الشيء، وحيطلع منه عشرات او مئات بعد هذا بعد هذه. فممكن يكون ولد في العائله يتابع شيء والاب يتابع شيء اخر ويقول هل شفت شيء على التيك توك؟ بيقول له لا ما شفته، لانه انا ما يعني ما عندي نفس الالجوريثم. جميل جميل، فهمت عليك، الله يجزيك الخير. اذا سؤالك اخ سامر، واشكرك طبعا على موضوع انه انا كيف ممكن اخاطب اولادي بناتي في الكذا في موضوع انهم يحذروا من الاثر السلبي تبع مثل هذا البرنامج او شبهه بالحديث الودي، يعني اذا انا فهمتك صح مزبوط. جميل. طيب انا اذا في اتصال ثاني باخده وبجاوب الاسئله مع بعض. ما فيش اتصال، نرجع لعمليه السؤال. طبعا تنبيه يا اخوه يا اخوات، حدث خطا بسيط كان في طباعه رقم التليفون للاتصال، تم تصليحه طبعا، اللي نقل التليفون في أول البث تم تصليحه، كان الرقم مختلف، فالآن انتبهوا على الشاشة اللي سجلوا من البداية لا مش ما ترنوا غلط، الآن الرقم صار صحيح إن شاء الله بإذن الله. طبعا أذكركم أنه موضوعنا هو هل الشهرة طريق للسعادة أم للتعاسة، عبر أثير MTV الكندية اليوتيوبية من كندا، من هنا من مسجد الدار، وأنا محدثكم أمجد قرشة. وجوابي على النقطة الأولى، أنا كيف يمكن أن أخاطب؟ لاحظوا أنا في البداية خطابي طبعا الأول والنقطة الأساسية، يبدو في اتصال. طيب خلينا أخذ اتصال بعدي وأجاوب السؤالين مع بعض إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله أختي. كل عام وأنت بخير دكتور أمجد. يا أهلا وسهلا، حياكم الله، وأنت بألف خير إن شاء الله بإذن الله. تفضل أختي الكريمة، مين معنا؟ أم محمود. أم محمود، حياك الله أخي محمود، أهلا وسهلا فيك يا أهلا، تفضلي. مداخلتي إنه بالنسبة للمشاركات في السوشيال ميديا وتبادل الفيديوهات والصور وأشياء أحياناً بتوصل إنه برايفت، يعني الأغلبية من الستات بيعملوا يمكن هذا الشيء ليتعلموا من بعض وليشاركوا بعض، مش بس بيكون مثلاً looking for fame أو بدهم يكونوا ينعرفوا. كتير منهم لأنه إحنا بغربة ومش متواصلين دائما مع بعض وما فيش عائلات حوالينا، فبنحاول بشكل أو بآخر نلاقي متنفس ونشارك مع بعض، نتعلم حتى على مستوى بسيط، مثلا نصيحة للمدرسة للطفل، لرسبي بسيطة، شغلات مثل هيك. جميل، أنا أشكرك جدا، يعني أنا رائع أنه المعنيين، أنا ضربت أمثلة على بعض النساء اللي بيصوروا كل إشي، فجرأ عندك دخلتي مشان تفرجينا الجانب الإيجابي من النية، يعني بمعنى نفعل هذا، إحنا بغربة نشترك بالفائدة. برأيك هل كل اللي بتم نشره هو فقط للفائدة وما في شيء من النوع الآخر؟ في أكيد من النوع الآخر، دائما في الوجهين موجودين. وفي البعض بيبحث فعلا إنه بده يحقق اسم ومكانة للوجاهة في المجتمع. أيوة. لأنه إحنا مجتمع صغير بدهم وجاهة وقيمة، في ناس تبحث عن هذا الشيء، في ناس أخرى بيعني انه انا بدي مور شيرز واللايكس لانه انا بناء على هذا الشيء هذا بيعمل دخل، وناس بتطلب اعلانات اكثر، وناس بيدخلوا على قناه اليوتيوب او على الصفحه، وبالتالي بالنسبه لهم هذا بزنس. طيب غير البزنس، قبل ما ادخل على الناس اللي بيصير في عندهم موضوع البزنس، الناس العاديين الطبيعيين اللي كثير بتهمهم اللايك على حساب بعض الخصوصيات اللي يفترض الناس ما تعرفها فرضا، يعني مثلا انا اليوم جددت الفرش البيت فرضا، انا اليوم مش عارف ابصر شو اكلنا اليوم طبخت الطبخه الفلانيه اليوم كذا الى اخره، هل هذه على اطلاقها برايك سلبيه ولا فيها ايجابيات انا مش شايفها مثلا؟ لا لا certain degree، يعني ممكن نشارك يعني حدود معينة. نعم. لحدود مقبولة، نتعلم من بعض، لكن خصوصيات داخل البيت مش ضروري نشارك فيها،
يعني موضوع انه يكون في ستر في البيت وفي خصوصياته في داخل الأسرة، يعني هذه الأولوية رقم واحد. ولا داعي اني اشارك معنا. انقطع الاتصال يبدو. الاخ المخرج لا مش مزبوط. آسف. انا اسف. صوتك انقطع عني لاربع ثواني يمكن بعد ما قلتي كلمة الخصوصيات مش ضروري ذهب الصوت. معلش تردي تعيد العبارة شو قلتي؟ انا قلت انها هاي الخصوصيات مش ضروري نشاركها لانه لازم يكون في ستر على البيت، يعني زي ما بقول المثل يعني ببساطه ايد على شمع داري على شمعتك تقيد. أيوة. مش ضروري انه احنا نشارك. نعم. خصوصيات. طيب برأيك أنا في عم بيصير تقطيع بالخط احيانا بيصير الغيره عند البعض. والناس اللي مش متمكنة توصل لأشياء معينة أو تغير. أيوة. أشياء معينة في حياتها كمان بتضايقوا. جميل. سبحان الله. كنت بدي أسألك جزء من الأثار السلبية لنشر الخصوصيات التي داعي لها إيش جزء من ضرره؟ فأنت جاوبتي بعض الأحيان الغيرة أو إذاية من لا يستطيع. طبعا لأنه مش الكل مقتدر، فلما واحد يطلع ويورجي إشي وأنا عملت وشوينج أوف ويبحث عن الشهرة كما تفضلت، بالتالي في ناس تانيين مش قادرين يحققوا هذا الإشي. وشاركنا بعض بأشياء بسيطة نستفيد ونفيد، مش غلط، لكن ما تكون على بشكل إني أنا بس بدي أورجي نفسي وتشو أوف ويعني أكسب لايكس وشير زي ما حكينا. الله يجزيك الخير أختم محمود، أشكرك على المشاركة الطيبة وبارك الله فيك. ناخذ يعني من خلاصة كلام الطيب اللي حكته الأخت الفاضلة أم محمود، يعني لاحظوا الموضوع مش على إطلاقه، الموضوع حلو نستفيد من آرائكم مع بعض وندخل على المفاهيم اللي ابتدأنا فيها. هي الإشكالية ليس إنه الناس تعرف، بس إيش اللي عم تعرفه وليش عم تعرفه وشو الحد اللي عم تعطيه وكيف عرفتها إياه بيختلف. إن تبدو الصدقات في عمه، والله عم بنشر شغلة معينة إلها علاقة بأسلوب تربوي الناس عم تستفيد منه، جزاك الله خيرا. نشرت أنا مثلا سيدة أنا بنت كذا إلى آخره، عم بعمل بالكروشيه، عم بسوي، عم بعلم البنات الصغار زي كيف يعملوا، الله يجزيك الخير، نشرت كذا إلى آخره. طيب خصوصيات مزعجة قد تتسبب في الإذاية أو تتسبب في الفضيحة، ليش تذكر مثلا على سبيل المثال؟ أو بعض الأحيان إنجازات لكن ما في فائدة الناس تعرفها إلا الإذاية. مثلا إني أنا فرضا أنت أو أنت ربنا أكرمك أو أكرمك بأن أنت بإمكانك كل يوم تعملي أربع طبخات جديدة وإن شاء الله ما تكونوا من اللي بكبوا أكل، كل يوم خمس أنواع، الله يهنيكم يا رب. ففكرة اليوم كل السفرة تبعتي أنشرها على سبيل المثال، إيش الفائدة من إني أنا عرفت كل اللي حوالي إني أنا يوميا بأكل خمس أصناف؟ وشو الفائدة؟ أنا ما علمتهم طبخ الآن، أنا فقط فرجيتهم إني أنا عندي خمس أصناف باليوم. طب ندرسها، نعيد النظر. بعض الأحيان هل في ممكن فائدة؟ أنا ما بعرف. هنا بنرجع لموضوع أهمية حكيناه بحلقة من الحلقات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا في نية دخلت منطقة الاعتبار، والنية تكون إما نية حسنة أو نية سيئة. قد يكون هناك سيدتان الآن، طلعوا شايف تنتين عم بيقوموا، التنتين عم بيصوروا عمالهم مثلا عم بيسوي، عم بيعملوا برنامج فلنفرض من مطبخها الصغير، اعمل هيك سوي هيك كذا إلى آخره. تنتين عم بيعملوا بنفس الكواليتي بنفس الكذا وبنفس البنشر، وهي عاملة حساب في تطبيق وهي حساب في تطبيق، هذه تكون تؤجر وهذه تؤثم. النية، طب انت عم تعمل ليش؟ فلان عم تعمل فلنفرض هذا الحكي ونيتها يا رب انت اكرمتني والناس كلهم بحبوا اكلي، خليها الاخوات يستفيدوا يتهنوا في بيوتهم يهنوا اولادهم جزاك الله خيرا. طبعا وراعت الشروط لما بلشت، عفوا لبست لبس محتشم، دارت بالها حتى عم تطبخ ما تكون كاش في ايدها لهون دنيا عالم. طبعا انت امام الناس يعني زي طالعه برا، ما انت محجبه اصلا، شو معنى انت عم تحكي ايدك مبينه؟ هون انا نيتي الان تتوافق مع سلوكي، مش روح اعمل ميك اب لاني امام الناس. طب هم لا يجوز، انت الان زي المكشوفه بالشارع مثلا على سبيل المثال، ما بقعد انكت واتغنج ودنيا عالم، بحكي بكل لطف وادب واحترام وهيبه ونظافه والى الاخير، بعلم الناس اجر على اجر، استخدمت التطبيق في الخير وهذه نيتي. طب في المقابل اول انا بدي اطلع مثلا على سبيل المثال، رحت حطيت ميك اب، طيب انا دخلت بكذا لانه بدي اطلع صرت ارقق واغنج واحكي. طب استنى شو هذا الحكي ما بصير ينحكى للناس، لمين انت عم تحكي مع غرب؟ فدخلنا هنا لاحظوا انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى، في شيء على اطلاقه هنا روعه ديننا. يبدو في اتصال، اخذ الاتصال ولسه سؤال الاخ سامر راح ارجع له ان شاء الله. السلام عليكم، من معي؟ قد يكون هناك سيده ثانيه، طلع كيف عم تقوم السيده؟ السلام عليكم، من معي؟ مثلا عم تسوي حتى برنامج فلنفرض من المطبخ، عم بطلع على السماعه صوت البث تبعي.
السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا حاب احكي لكم انا حاطط صفحه الفيسبوك الشخصيه عندي. طبعا هو الان هذا اللي بتشوفوه عم ينشر على يوتيوب ام تي في وفيسبوك ام تي في وصفحه الشخصيه ايضا على الفيسبوك. بامكانك تضع التعليقات مع الاتصالات ان شاء الله اذا تمكنت من قراءتها باذن الله. بتابع. السلام عليكم، من معنا على الهواء؟ طيب خير ان شاء الله. نرجع لسؤال اخ سامر الجسر، انا شو ممكن اعمل واخاطب؟ اول شيء اخي الكريم اختي الكريمه بدنا ندير بالنا على اجى اتصال. السلام عليكم. الو، اي حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا اختي الكريمه، تفضل من معنا. يعطيك العافيه، معك رانيا. اهلا اهلا اخت رانيا، حياكم الله، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب. تفضل اخت رانيا، سؤالك او مداخلتك. موضوعك كثير شدني. نعم. يعني بتحكي بموضوع قائمة عليه حياة كاملة. والله هي كذلك. نعم. حضرتك عن كيف إذا هي نافعة أم ضارة. نعم. وهي يعني مفيدة بحياتنا أو لا، أو هل إنه لازم نمنعها أو نحد منها. أيوة جميل. نعم. فأنا بحس إنه أصلا السوشيال ميديا لولاها يعني في ناس كتير للأسف أصحاب فكر وأصحاب مبدأ وأصحاب فائدة وأصحاب أشياء مفيدة بالحياة ما عم ياخذوا هاي الفرصة. خلينا نقول لجهلهم مثلا باستعمال السوشيال ميديا، خلينا نقول هذا أحد الأمثلة يعني. أها. لأنه الناس الفارغية يعني اللي عندهم فراغ كامل بيقدروا أنهم يعرفوا كل أدق التفاصيل في السوشيال ميديا وأدق البرامج اللي كل برنامج عم يصدر جديد رح يواكبها أول بأول، لأنه حتلبي الفراغ اللي موجود عنده. سبحان الله. تفضل. يعني انت كانك عم بتشير لقضيه خطيره، انه هذا سلاح ذو حدين، من استخدمه يستخدم في الشر وبالخير، لكن الواقع انه اللي عندهم فراغ اكثر واللي ما عندهم رساله مضمونيه او مضامين خلينا نحكي سلبيه عم يحسن استخدامه اكثر من اصحاب الفكر والمضامين الجيده. 100% للاسف. صحيح، هذا الكلام صحيح. طب وبعدين شيء ثاني حضرتك، من شوي كنت عم بتناقش كونفرنس 9 برنامج التيك توك. نعم. هذا أحد البرامج برضو اللي موجودة ومنتشرة يعني كل مكان، بنشوف صور المراهقين وللأسف يعني الأطفال، يعني أنا بعتبرهم أطفال لأنه لسه ما وصلوا مرحلة النضج الكافي اللي استخدموه بالطريقة الصحيحة. في حدا كان عنده مداخلة عم بتسأل كيف أمنع ابني إنه يستعمله. أيوة. فعمره راح يمنع الولد عمره راح يمنع يستعمل هذه الأشياء. الأصح إنك تشارك ابنك، يعني اسمح لي انا، يعني انا هاي على طول اجت في بالي لانه يعني سن المراهقين هاي انا كنت معلمه وكنت بدرس هذا السن من الجيل هذا. جميل. انك تكون انت تتعلم على هذا البرنامج، والبرنامج هذا زي ما في اشياء كثير سلبيه في حسابات مفيده جدا بتنقل ثقافتها، بتنقل ثقافه بلدها، بتنقل المهنه تبعتها باسلوب خفيف وسريع، حتى الأطفال اللي حتى المراهقين بيكون سهل عليهم أن يستوعب المعلومة أكثر بكثير من أنهم يقعدوا قدام مدرس أو قدام محاضرة. جميل، ما شاء الله، الله يجزيك الخير. يعني أنت سبقتيني في الخير وأضفت إضافة نوعية لجزء من اللي كنت بدي أقوله يعني، وأشكرك جدا. يعني أنت الآن جو بقولي على قولة إخواننا المصريين جبتيها من الآخر، لما أقول لك هات من الآخر أعطيتي إحدى الحلول العملية اللي كان يفترض إني أنا يعني بالأخير أوصل لها. فالله أشكرك جدا، يعني البعد التربوي في 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 منظومتك الفكرية واضح، أشكرك عليها يا أختي الكريمة. طيب يبدو انتهى الاتصال. طيب إذا كانت عم تسمعنا الأخت رانيا شكرا جزيلا لك، الله يكرمك. بدي أشبك الآن، يا ريت بس إن أجل الاتصالات شوي حتى بس إني أعلق على أربط كلام الأخت الفاضلة الأخت رانيا التربوية اللي قالت مثلا، وأربطها بالجواب اللي كنت بدي أجاوبه للأخ سامر الجسر لما قال أنا عندي إشكالية من ضمنها مثال التيك توك. أنا كيف طبعا أوجه؟ الأخت رانيا قالت ما بقدر أمنعه، بشاركه. قبل ما أوصل للمشاركة خليني أحكي بس هالنقطتين السريعتين. النقطة الأولى، أولا خلينا نسأل أنفسنا إحنا أصلا إقراب من أولادنا ولا لا؟ بمعنى ابني باخد وبعطي معاه، يعني هل أنا أحد مصادر المعلومات عنده؟
هل أنا أحد مصادر التأثير عليه ولا أنا الـ ATM ماشين بالنسبة له؟ بدنا ندير بالنا هنا، لازم نبدأ من المربع الأول. أصلاً ابني اللي أنا خايف منه من التيك توك، وكنت خايف من الإنستغرام، وكنت خايف من سناب شات، وكنت خايف من البلاي ستيشن، وكنت خايف من الإنترنت أصالة وكذا إلى آخره، هذا كل يوم راح يطلع جديد. أولاً نعيد حساباتنا، نبني علاقات طيبة، محبة وود وعطف وحنان ونقاش وحوار عقلاني. واحد. اثنين، المنظومة الفكرية لازم ترجعوا لهويته، يعني لازم يكون في نقاش وود. يا بابا يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا حبيبتي، تعال خلينا نتناقش، هذا ايش هو، ايش الهدف منه، شو اللي بتسوى، كيت كيت الى اخره. طيب هذا برايك، شو الايجابيات اللي فيه، شو السلبيات اللي فيه، ضرره على مين، تخيل لو كذا. الحوار النقاش زي ما احنا الان بعمل هذه الحلقه، انا اصلا توعيه، انا هذا الدور، انا وياك عم نتناقش، بده يقام هذا الصوره من صور التوعيه، صور اخرى مع المحبه والحنان والعطف والتربيه. مثلا على سبيل المثال، يا بابا يا حبيبي شوف، هذه وسيلة زيها زي التلفزيون قبل عشرات السنين، زيها زي الراديو قبل عشرات السنين، زيها زي أصل الموبايل قبل 20-25 سنة. في البداية خايفين يستخدم بالخير ويستخدم بالشر، فبترجاك أي استخدمه، وسيلة سلاح رائع لا تضع فيه إلا ما ترفع به رأسك عند الله يوم القيامة. هذا إذا كان عندك مضمون، إذا كنت مؤثر وقادر تأثر. مش قادر تأثر انسحب، حتى يكون في عندك شيء متأثر، وروح للمنطقة اللي أنت قادر تأثر فيها. إذا كان الأثر تبعها كله سلبي ما في غير عري، طبعا لأني أنا مش يعني ما تعاملتش مع البرنامج، أخشى يكون حكمي. إذا كان كله عبارة عن أغاني وعري وتشلح ورقص ومؤثر سلبي سلبي، أنا ما عم بضيف أي قيمة مادية وما عندي الكذا، الأصل انسحاب، انسحاب جزئي تكتيكي وقتي. مثلا الدعم الفكري أشياء كثيرة، من ضمنها إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته دون، ومن ضمنها مثلا ثلاثة أول من تسعر به من نار يوم القيامة، على موضوع الرياء، إنه أنا إيش عم تعمل هذا. تخيلوا إذا كان ربنا بيقول ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا طبعا هذا وحي من الله سبحانه وتعالى المضمون، إنه ثلاثة أصناف من الناس أول من ستسعر بهم جهنم، منهم عالم قارئ للقرآن، قال تعلم وكان صوته جميل ويقرأ، قرأ القرآن قرأ القرآن يؤتى به يتسعر به جهنم، ومنهم مجاهد في سبيل الله، ومنهم متصدق صاحب مال فيؤتى به. قال فيما كنت؟ قال قرأت القرآن يا رب وأسمعت الناس ونشرت العلم. قال كذبت، تقرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. ألا فقد قيل، بمعنى كنت تشتغل لأجل الناس، لأجل تشتهر، لأجل الناس يزكفوا لك، أجل الناس يشوفوك. طيب وأنا أغنى الشركاء عن شرك، معنى الحديث يرمى في جهنم. مجاهد في سبيل الله، قال فيما كنت؟ يسأل فيما كنت؟ قال أقاتلت في سبيلك ودافعت عن الشرف والعقال. كذبت، قاتلت ليقال شجاع، ما شاء الله الفلان البطل المغوار الكذا، صوره في الفضائيات وصور الناس تمدح إلى آخر، تمام، قاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الشهيد، الباقي مرائي مش من عندي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذبت تسعر به، تخيل. طب احنا بالنسبه لنا هذا شهيد ومجاهد، مش بالضروره نيته هي اللي بتحدد، مش انت اللي بتحدد ولا انا، نيته هي اللي بتحدد. انا امامي بضلني ازقف له احط صوره واعلقها ولا لا، هو ربما هو مش بس بجهنم، تسعر يعني بدايه الوقود اللي بيحمي فيه النار. والثالث متصدق والى اخره. فيما كنت؟ قال انفقت المال في، قال كذبت تصدقت ليقال كريم. والعياذ بالله، انا كنت بتصدق ليش؟ صور المحسن الكريم، افسحوا المجال، ليش صورتي مش حاطينها؟ طب انا دفعت مبلغ فلاني، ليش ما عزمتوني؟ ليش بكذا؟ انت ربنا مش بحساباتك ولا تسعر بهم. هذا دعم فكري، تعال حبيبي، هاي وسيله من الوسائل، تعال يا ابني، تعال يا بنتي، تعال يا اخوي، تعال يا صديقي، دير بالك، هذا يا الك يا عليك، صح كله بتتسجل، هاي وين رايح انت؟ فهذا جزء من الدعم الفكري مع المحبه والود، واذا في مضمون المشاركه اللي حكته أخت رانيا جوابا على سؤال الأخ سامر. الآن سنترككم يا أحبة لفاصل قصير، نعود بعده لهل الشهرة طريق للسعادة أم للتعاسة، وخاصة في موضوع السوشيال ميديا والناس العادلين وطريقة دخولهم. نتواصل، الأرقام موجودة معكم، فابقوا معنا. ميديا بوكس تي في، رمضان كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ها قد عدنا إليكم أحبتي في الله. هل الشهرة طريق للسعادة أم للتعاسة؟ هذا هو موضوعكم، معكم محدثكم أخوكم الذي يدعو لكم بالخير والتوفيق دائما أمجد قرشة من رحاب مسجد الدار في منطقة أوكفيل أونتاريو كندا، وعبر أثير ام تي في الكندية اليوتيوبية. أحبتي في الله، نحن هنا هذا برنامج لايف كل يوم بيأتيكم من أيام الأسبوع من 7 إلى 8 وعلى الهواء كما قلنا، نطرح قضية، نسمع مداخلاتكم، تعليقاتكم، فوائدكم، تساؤلاتكم، نحاول قدر الاستطاعة. وموضوعاتنا غالبا تدور حول قضايا السلوكية الأخلاقية الفكرية العقدية الأسرية في العلاقات في التصورات، تصحيح المفاهيم، وليس برنامج فتاوى. وأرجو من أي قضية بطرحها إنه الموضوع أو المداخلة أو السؤال يكون في الموضوع الذي نذكره قدر الاستطاعة. أعلمني الأخ المخرج أن هناك بعض الإخوة يتصلون من خارج كندا ويريدون الحديث عن موضوع الحجاب، فأعتذر منهم أنه موضوعنا عن موضوع الشهرة يعني، والحديث كان عن موضوع آخر، فكلما ركزنا كلما استفدنا. هذه نقطتي الأولى. وقبل أن أخذ اتصال بعدي، أرقام الاتصال موجودة على الشاشة بكم تتواصلوا معنا. اتصال من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور، كيفك؟ أخي الكريم أهلا وسهلا، حياكم الله. من معي؟ معك يزن من الرياض. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. أخ يزن، أنتم الآن بالسحور أظن ولا أنا غلطان؟ يعني السحور كمان ساعة. ما شاء الله، يعني تقبل الله طاعتكم، تقبل الله طاعتكم، ما شاء الله عليك. تفضل أخ يزن، يا أهلا وسهلا. دكتور، أولا أنا بحب أشكرك على برنامجك، وأنا كنت واحد من طلابك في سنة 2012 فقبل 8 سنوات. ما شاء الله، أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. الله يسعدك. بالنسبة لموضوع الحلقة، شهرة طريق للسعادة أو للتعافي، برأيي الشخصي دكتور وعن تجربة، يعني أنا واحد من الناس عملت لي صفحة على السوشيال ميديا من 3 سنوات بتحكي بمجال البزنس وريادة الأعمال ونعطي كورس بهذا الإشي، والصفحة كانت مبدأها مبدأ تعريف الناس بهذه الكورسز، تعريف الناس بالدورات وبالريادة الأعمال، والهدف كان منها مش إنه شهرة أو إنه أطلع الناس سوشيال ميديا لأنه أنا حصلت هاي الدورات، لا لا، الهدف منها إنه تفيد الناس، توعي الطلاب اللي على وجه التخرج. جميل. مع الوقت بعد سنتين صار يزيد عدد الفولوورز وزيد الناس، وصلت ل40 و50 ألف متابع وأسئلة وأجوبة. بهاي اللحظة حسيت إنه في مسؤولية كثير كبيرة علي من أي بوست أو أي كلام بينزل على الصفحة، لأنه بينتقل بين الناس وفي شيرت بتصير وفي حكي بتصير. جميل. فبهاي اللحظة قررت إنه الهدف الرئيسي اللي أنشأت السوشيال ميديا منه يظل موجود، تفيد الناس كيف ممكن يوصل لريادة الأعمال ويوصل للقدرات المهنية المتعلقة بهذا المجال. وبنفس الوقت فكرت أطور الشغل ليصير في تريننج كورسز الواحد يقدر يعمل من وراها بزنس للناس اللي بتقدر تدفع هذا الاشي، بالإضافة لإسالة الناس عن طريق فري وركشوبس غير عن الدورات اللي هي بتكلف أكثر فلوس. فحاولت أعمل ميزان ما بين البزنس وما بين التوعية. طب سؤال أسألك أخي يزن، جميل، أنا بحب جدا الأمثلة العملية والتجارب الرائعة في التفاعل مع موضوع الحلقة. بدي أسألك سؤال، إذا عندك جواب أكون لك من الشاكرين. لو حصل عندك نوع من الوسواس الآن واختلط عليك الأمر إنك أنت مش عارف، يا ترى هل أنا بعمل هاي الصفحة مشان بس الإعجاب واللايكات والناس يحكوا عني أنا فلان وأنا فلان، ولا بدي أنفع الناس فيها بالخير؟ أنت شو الطريقة اللي يعني بتقدر تعرف نيتك؟ كيف تكشف حالك؟ عندك آلية؟ آلية أكشف شو السبب اللي أنا شأت منه الصفحة بعد فترة يعني؟ لا يعني بمعنى لو جاءك تساؤل إنه يا أخي أنت عم تعمل هذا الحكي مشان تنفع الناس، ولا عم تعمل هذا لمجدك الشخصي بس للشهرة الذاتية، حتى ناس تضررت انتفعت I don't care، كيف أنت بتعرف يعني؟ فرضا هذا وسواس من الشيطان عم بنكد عليك، كيف بترد على هذا الوسواس داخل نفسك؟ بما تجيبه لا أفعل هذا إلا لله بدليل 1 2 3، حوارك الداخلي لتطمن نفسك بأنك على الطريق، ما هو؟ علي هاي الحالة وصار هذا الحوار بيني وبين نفسي. أيوة. كانت ردة فعلي لما شفت
كثير ناس حابة تفوت بمجال الدورات وما عندها القدرة المالية أو تعرفت عليه عن طريق الصفحة وما عندها قدرة مالية تفوت بهاي الدورات. كنت وصلت إنه كل كورس يصير أعمل 5 مقاعد للناس اللي مش مقتدرة تفوت ولكن من الناس المميزين اللي بيستاهلوا يأخذوا هذا العلم. جميل. فصرت أوفر 5 مقاعد من كل دورة بعملها لهدول الناس لحضور دورات CPA والCMA دورات أمريكية وكندية. وصرت أوفر هاي 5 مقاعد بكل دورة للناس هاي. فمش كم مكان إنه أنا عشان إنه شو زي ما بيشكوها عنا. جميل. ولكن أتغلب على 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 حتى لو مرات تيجي الواحد أفكار إنه بدي مشان فلان يحكي بس بالآخر شو السبب الرئيسي؟ لا أنا بدي أفيد الناس بنفس الوقت بدي أعمل بزنس بس في ناس محتاجة فلازم ندخلها هون. فطفى إنه لا أنا اكتشفت من جوا قرارت نفسي مش الهدف الرئيسي إنه أنا والله بس شو أوف. وصارت معي مواقف مثلاً دكتور أكون بالمطار مسافر من بلد لبلد طالع أعطي كورس طالع كذا ألاقي ناس تشوفني بالمطار وتشوفني بالجامعة بس أروح عندي إيفنت أو إيفنت تصير تحكي لي إحنا منتابعك ومنشوفك بحكي له تعال لنا على الدورة وإلك ديسكاونت أو إلك إذا أنت متفوق جداً إلك مقعد فري. فاكتشفت إنه جميل. لا تقدر الواحد يعني جميل جداً يعني الله يجزيك الخير للسعادة طريق السعادة بطريقة الإسلامية الصحيحة اللي هو يفيد ويستفيد وما يضر أي بني آدم فيها. جميل الله يجزيك الخير. إذن نفعي للناس حرصي على إعطاء أشياء واضحة لناس بدون ما بأخذ منها أي نفع كأن أوفر أشياء من باب الصدقة والمساعدة الحقيقية وهذه أنا ما بنتفع ماديا منها إشي هي أحد الطرق اللي طبعا أنا ترى عم بستخدم مثالك مشان أجاوب على الناس لأنه في ناس كثير عندهم رهافة في الحس ورقة في الطبع وخيرين بيكونوا بدهم يعملوا خير لكن الوسواس الشيطان بدبحهم بيضلوا انت قصدك انت منكد عليه. زي ما في عندنا ناس سلبيين في عندنا ناس رائعين لكن بنفس الوقت حساسين. فشكرا يا اخ يزن واشكرك وسحور طيب ومبارك وصحتين والف هنا ان شاء الله باذن الله. الله يجزيك الخير. تسلم دكتور. الله يكرمك ويسعدك ويجزيك الخير. جميل جدا واسعد مشاركاتكم. الاخ عمرو الكومي كاتب لي على صفحتي اعتقد انه الموضوع كله تقليد المشاهير لعيشوا عيشتهم. خلينا هون اعمل تركيز بكم من دقيقه قبل ما نوصل لنهايه الحلقه. واحدة من الإشكاليات إنه إحنا انبهرنا انغسل دماغنا عشنا إنه مشاهير لاحظ شوف كلمة مشاهير سيلبرتيز النجوم ستارز. استنى شوي هل فعلا أنت المشاهير اللي صاروا مشاهير بس لأنهم انشهروا وفعلا مبسوطين؟ طب أنت تطلع لي في مجلات خاصة اللي بتكون بتتابع والله بعض مرات كنت أتقصد مشان بيكون عندي حلقة تلفزيونية أو بيكون عندي محاضرة جماهيرية أو جامعية على الموضوع بتابع بتقصد. غالبية عالم الفن مثلا عسبي الممثلين والممثلات شو بتسمعوا غير عن الخيانات والطلاقات وسنجل مذر اتطلقوا وما تزوجوا مخدرات ومش عارف مين بتلاقيه مشهور جدا جدا جدا. كم مغني من تبعون البوب والروك اند رول مش عارف كذا بتشوفوا انتو نهايته كله تعاطي مخدرات افلس مسجون اغتصاب تحرش قتل مخدرات التجارة مخدرات اغتصاب قاصرة مش عارف كذا. عشرات الممثلين مات بمرض ايش الايدز نتيجة العلاقات الجديدة وسعادة مين اللي بنحكي عنها فضائح. لذلك في ناس في مجلات وفي مواقع عايشة وبتكسب مليارات مش ملايين على فضائح هؤلاء الناس. هم مشاهير لكن هل هم سعداء؟ أنا أجزم لك أن الغالبية الساحقة لا. كان أبرز مثال كنت بضربه أنا على أقل جيلي لما إحنا كنا صغار وإلى الآن لسه بيجيبوا سيرتها مارلين مونرو اللي أعمارهم الآن 30s, 40s, 50s, 60s وأكثر بيعرف لما نحكي كلمة مارلين مونرو اللي كانوا يحكوا عنها نجمة الإغراء في القرن 20. توفيت في 1962 تخيلوا توفيت قبل أكثر من 55 سنة من الآن توفيت قريب 58-59 سنة حوالي 60 سنة متوفى إلى الآن تصنف في كثير مواقع إعلامية نجمة الإغراء. روحوا اقرأوا بس اكتبوا مارلين مونرو التعاسة التي كانت تعيشها كانت عبارة عن قطعة لحم ينظر لها على أنها متعة جنسية يبصق عليها تتعرأ أمام الكاميرات ينظر إليها الناس يصورون الأفلام في الأخير وجدوها منتحرة في شقتها وهي في ري عان شبه وقيل أنها قتلت وكانت على علاقة جون كينيدي. تعاسة بتعاسة قدمت رسالة وضعتها في صندوق خزانتها الخاص في مانهاتن في نيويورك كتبت نصيحة إياك أيها الفتاة أن تغتري فيه. طبعا كان يظهروها على أنها تلك الشقراء البيضاء الجميلة نجمة الإغراء الأخرة
نهايتها منتحرة، تعاسة، عبارة عن كانت قالت كنت أحتقر نفسي لأني أعلم أن كل من وراء الكاميرا كان يحتقرني، فأنا مجرد قطعة لحم عارية أمامه، متعة جنسية رخيصة يأتي بالمال من ورائي. هذه مشهورة لكن حياتها. فمن قال أن المشاهير بالضرورة كلهم سعداء؟ طلعوا جيبوا لي أيضا من مشاهير العالم اللي نطلع عليهم، مخدرات، عمليات تجميل، مليون عملية تجميل تطلع عليها. بس هاي قبل 10 سنين كانت واحدة ثانية غيرها، لا هي قال عملت 16 عملية تجميل، مش عاجبها من أنفها، مش عاجبها خدودها، مش عاجبها، كانها قطعة بلاستيك ومواد كيماوية تعيش في حياتها. إيش هذا؟ والله حدثني أحد الإخوة، يا أخوة حدثني أحد الإخوة اللي بيشتغلوا في المجال الفني من المنات المساعدة، بيشتغلوا في موضوع الإضاءة والإخراج والكذا إلى آخره، بيقول لي كنت بشتغل إحدى القنوات الشهيرة جدا العربية، قناة لبنانية، طلب مني أن أروح أجري مقابلة مع ممثلة أو إنسانة، خلينا نحكي مغنية شهيرة جدا 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 بإحدى الدول العربية. بيقول الموعد مثبت بيناتنا وأنا بدي أعمل المقابلة معها، أنا مسؤول عن التصوير. بيقول رحنا على التصوير، كارثة، عم بتصيح وحالتها حالة ومعتذرت ومشكلة. شو فيه؟ قال شربت قهوة، هيك عم بحكي الرواية. قلت ايش شربت قهوة؟ قال لا ما هو شربت قهوة اللي شو بسموه البوتوكس، حطيته هون سحل. خدها سحل. يا جماعة معي، خدها سحل، نزل هذا كلياته. قد ما عامل عمليات تجميل كان يفترض، تخيلوا في شربة القهوة، الدفع تبع القهوة اللي دخل من هنا لين المواد البلاستيك، بعرف شو هي، كيماوية اللي نفخة فيها وعاملة هيك ومسوية مشهورة، كله داب من هون سحل، صارت هيك. هيك صار شكلها، تتخيل أجرت التصوير وصارت تصيح وحال التحال وكذا. قال انصدمنا، انصعقنا، وجه آخر، لا إله، أي سعادة هذه؟ بتخاف تشرب فنجان قهوة؟ والله أيتها العفيفة الشريفة، يا من لم تجري كل هذه العمليات، الجالسة في بيتك وتستري نفسك وزينتك فقط لزوجك بهشوية هالميك اب، قسما بالله أنت السعيدة. مش هاي المشهورة السعيدة، كلهم زكفولة وفلانة. إذا مش قادرة تشرب قهوة، مش انسى انسى قهوة، تشرب قهوة بس حل خدها. تخيل بس حل خدودها بدون شفايفها بنزل عديها. قال ليش؟ لأنه كله كيماويات. أي شهرة، أي سعادة هاي؟ يجي بالشارع كل بتصور معك، لكن أنت مش عارف فضائح فلان فلان إلى آخره. من قال؟ لذلك يا أحبة دعوني، إذا بقي معي وقت في الدقائق، إحنا عندنا خلاصة الرسالة بدي أوصلها، لا مانع من الشهرة، لكن إياك بما تشتهر، كيف تشتهر، لماذا تشتهر. أبو لهب مشهور، قسما بالله أبو لهب مشهور أكثر منا كلنا، أبو لهب الآن مشهور أكثر مني ومنكم كله بتسمعونا، لو جمعنا كل شهرتنا على بعض ما نطلع معه. بدليل الآن عندك 1,700,000,000 مسلم ل2 مليار مسلم، لو بيقرأوا القرآن منهم بس النص اللي هم مليار، تخيل كم شخص خلال 24 ساعة كل يوم يقرأ القرآن ويصل إلى تبت يدا أبي لهب وتب. يعني أبو لهب يذكر كذكر متوسط يمكن 50 مليار مرة في الأسبوع بما يذكر. تبت يدا أبي لهب مشهور. أبو جهل بما نذكره، فرعون هذه الأمة قاتله الله، مشهور. في المقابل عمر الخطاب رضي الله عنه مشهور، أبو بكر مشهور رضي الله عنه، عائشة العفيفة الشريفة مشهورة بما؟ من أمهات المؤمنين. وعندك في المقابل زوجة أبي لهب حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فبالتالي دير بالك بما تشتهر، كيف تشتهر، الوغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرائع اللي ذكرته أنا في إحدى مش عارف الحلقات في شو اسمه في التراويح، إن الله إذا أحب عبدا، طلع، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في ملائكة السماء والأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. تخيل، تفتح له الأبواب، الناس بتحبه، الناس ترحب به، بتنحل المشاكل على إيديه، الناس تتمنى الجلسة معه. طب هو ما سعالها، الله أعطاه إياها، بس هو دفع ثمنها. دير بالك وين دفع ثمنها؟ دمعة في الليل، صدق في الشعور، رعاية لليتيم بالسر، صدقة في السر، إماطة للأذى عطل، لم يكن يطلب منها إلا وجه الله. فالله قرر يشهره، مش هو اللي شهر نفسه. دير بالك شوف، فالغاية فالشهرة عندنا ليست غاية بل هي وسيلة، وغالبا الله اللي بيعطيها للواحد. يعني أنا ما بسعالها، ما بروح لها، ما بصمم إني أنشهر، أنا فقط فرضا همي إني أنا أساعد. قدر الله ربنا خلى واحد ينتبه ان انا عم بتصدق بالليل، او خلى الناس تنتبه انه كذا، صارت الشهرة. لا حول ولا قوة بالله، اللهم اعذني طهارة قلبي الى اخره. بتصير مشهور نعم، بس بايش؟ بالخير ولا بالشر؟ بتصير مشهور بايش؟ وكانت النية الناس ولا
الله سبحانه وتعالى فدير بالك. زائد المضمون أنا إيش عم بشيره؟ عم بنشر طبخة علم الناس على القبام، بشر علم. طب ما هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. حتى اللي بتعلم الناس الطبخ الله يجزيها الخير، مستورة عفيفة طيبة غير متغنجة ولا متكسرة، الله يتقبل منك. مثلا بتطلع علم الستات كيف، ما في مشكلة. طيب ما دام حافظنا على النقاط الشرعية، لا في تكسر في القول ولا في لبس ضيق ولا في مكياج دنيا على الله، وسيلة بالخير وتقبل الله منك. وحتى لو استفاد منك عشرات الملايين وذكرك مئات الملايين، في المقابل اللي انشهرت لأنها حطت الكاميرا وكشفت جزء من جسدها ورقصت أو تغنجت أو عملت وانتشرت سواء على التيك توك ولا على انشهرت بما باللعنات والسخطات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذو مين؟ الذين يحبون، وليس الذين عملوا الأكشن. يحب فقط اللي بحب الفاحشة، جالس بيعملش ولا إيش، بتطلع بس مبسوط إنه عم تنتشر الدعارة، عم مبسوط إنه عم بينتشر الخنا والزنا، مبسوط مرتاح، يقول لك ايوه جود، عنده فكر معادي للعفة والفضيلة. هذا بس فقط انبساطه. لهم عذاب، ركز معي، أليم في الدنيا والآخر والله، فما بالك باللي اشتغل واللي عمل واللي سوى واللي شجع واللي عمل. وتذكر عندك أبو بكر وعندك أبو لهب، عندك عمر بن الخطاب وعائشة، وعندك في المقابل مين؟ عندك أبو جهل، هذا مشهور وهذا مشهور. وعندك إنه أردت تحب أن تكون مشهورة، نعم، ضع يدك في يد الحق والخير الذي يحب الله، ودع الله يكتب لك الشهرة إن كان فيها خير. أما أنت لا تصمم للسعي لها، وإن قدر الله وإن اضطررت أن تكون، فطهر قلبك صفي. دائما اسأل نفسك لماذا أريد الأسئلة. شوفوا، هل الشهرة طريقة للسعادة أم التعاسة؟ هي بوث، ممكن للسعادة والتعاسة. العبرة بتسأل نفسك الأسئلة الثلاثة التالية، بما أنا أكون مشهورا، لماذا أريد أن أكون مشهورا، كيف أطلب الشهرة؟ عندها تحدد إما إلى أعلى الجنات أو العياذ بالله إلى أسفل الدركات. ما أدري إذا بقي معنا وقت، معنا اتصال، في ناس على الهواء ولا نختم؟ طيب إذن أظن بقي معنا أظن دقيقة أو دقيقتين فقط لختام الحلقة، اعذرونا أنا لما أتحمس في الحكي بنقطع الاتصالات كلياتها. كنت عم بدي أكمل معكم الله يكرمكم الملحوظة، الأخ اللي هون اللي بيقول أنا أظن أنه هؤلاء الناس يفعلون هذه الأمور شو اسمه لأجل يقلدوا المشاهير. أعطيتكم طيب، في عندنا هنا أنا كمان إجتني كمان رسالة، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب إجتني رسالة هنا، فكرة وضع النية بكل الأعمال التي نقوم بها حتى لدرجة شهيق زفير وأبسط الوهاد يدخل منظومة كسب الأجر والله أعلم. مش عارف أنا الأخ ولا الأخت، لأني وصلني تعليق من أحد الإخوة والأخوات بيقول فكرة ضرورة وضع النية فيما نفعله، طيب وهو 100% إنما الأعمال بالنيات إنما بكل امرئ ما نوى. تخيل أخي الكريم في الدقيقة المتبقية إنه أنت أعمالك اللي من ضمنها عملك على السوشيال ميديا، ومن ضمنها تصويرك لنفسك، وعندك المقابل ومن ضمنها حمالة الحطب ومن في جيدها حبل من مسد، فبالتالي دير بالك بما تشتهي. صوت السماعة طالع عندي الأخ مخرج، صوت السماعة. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرائع اللي يقول فكرة ضرورة وضع صوت السماعة طالع عندي الأخ المخرج 100% إنما الأعمال بالنيات. فاللهم صل على سيدنا محمد. ضرورة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بتعرفوا زي إيش بمثله أنا؟ بمثله ولله المثل الأعلى تقريبا، الصورة زي عداد التاكسي. بعرفش أنتوا فيكم تعرفوا الدول العربية، بعرفش إذا كل الدول فيها تاكسيات، بس عندنا في الأردن عداد التاكسي. أول ما تدخل بطق التاكسي، بكبس كبسة، بيعمل هيك أو بكبس كبسة إلكترونية، بفتح لك عداد، فتحت العداد رقم معين، بعدين بيمشي السيارة. الآن العداد شغال، العداد شغال. هلا سواء انتبهت للعداد ولا ما انتبهت هو شغال، سواء بتفكر فيه ولا ما بتفكر فيه هو شغال، سواء التهيت مع السائق ولا ما التهيت بحكي شغال، سواء بتطلع برا ولا بتطلع شغال، اغفيت كده العداد شغال طول ما انت شغال ولله المثل الاعلى. وهكذا انت الان اي اشي عم تعمله عداد شغال، يا الك يا عليك. لذلك دير بالك كل عمل، لانه ما في عمل بينعمل الا بقصد. مستحيل الانسان العاقل الواعي يعمل عمل الا بقصد. ما انت دائما في عندك قصد، هو ليش بتسوي هيك؟ والله لانه هيك. طب ليش بتعمل هيك؟ لانه هيك. ولا هيك ما فكر فيها، لا تعمق، والله صح، لانه انا بحب هيك، لانه بكره هيك، لانه انا الى. فدائما في نيه. دير بالك، وقف دائما واسال نفسك، ما بياخذ منك غير جزء من الثانيه، انا ليش بدي اعمل هذا الحكي؟ دقيقه فكر، صفي، لانه هذا هو العداد اللي بيشتغل يا الك يا عليك.
كيف ولله المثل الأعلى البنك أكاونت بتجيب أنت اللي شو اسمه حسابك البنكي صادر وارد داخل خارج in out يا إلك يا عليك. أنا عم بقوم هذا عمل تخيل والعياذ بالله والعياذ بالله. هلأ على سبيل المثال هلأ أنا هي معك على الهواء أنا إيش نيتي من هذه الحلقة؟ إذا كانت نيتي أنا بحكي عن نفسي لأن أمجد قرشة أنا الآن إلي معك على الهواء تقريبا 50 دقيقة رح أسكر ساعة اللي سمعني فالأفرض 10,000 شخص. تخيل إذا كانت نيتي إنه الرياء وشوفوا فلان والعياذ بالله أسأل الله أن يعيذني يا رب. فأنا علي الآن إثم بحجم الأشخاص اللي شافوني وبحجم الكلمات اللي كانت شاهدة علي وكأكون ما أكون سعر بمجهنم يعني مكارثة مصيبة. فليش أحط حالي بهذا الموقف؟ مش قادر أصفي نيتي تطلعش تحكيش تحضرش تدخلش في الموضوع يا بتصفي النية وتحول لله تعالى يا من لا تدخل الموضوع. ما هو either or يا بتقدر عليها يا انسحب منها. فقبل ما امسك الكاميرا واصور بدي اقول مرحبا معكم كذا بدنا تلاقي قلت استنى شوي قصدك ايش نيتك خير شو دليلك متأكد مطمن لانه لا ممتاز الله يتقبل منك توكل والله يجعلك من اشهر المشاهير وتكون كعظم الصحابة. وفي ناس مشاهير وحنا عم نشوف ناس محمد راتب النابلسي الله يكرمه ويجزيه الخير الآن ما بتذكر اسمه يمكن 400 مليون عربي منهم يمكن 390 مليون بيعرفوه وحتى يمكن اللي بيبغضوه واللي ما بيحبوه من اللي بيعادوا كل الدين أصلا بيحترموه في قرار معروف ومشهور. طب نحسبه لا نزكيه على الله لكن نطلع هذا مشهور عمر عبد الكافي مشهور سلمان العودي الله يفك أسره مشهور طبعا مشاهير لكن بإيش اشتهروا في المقابل سين وصاد وعين برضو مشهور بإيش بكوارث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا. نذكركم أحبتنا بأن هذا البرنامج يأتيكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة أيام الويك إند غير موجود وهو على الهواء وغدا ليس لا غدا السبت لا يوجد حلقة على الهواء من هذا البرنامج وتكون الأرقام اتصل طبعا سبت وأحد ما في حلقات. نرجع لكم بإذن الله يوم الاثنين بحلقة جديدة على الهواء وكما رأيتم الموضوع هو أنا أطرح قضية للإشكاليات ولب البرنامج وحلاوته وقوته هي بمداخلتكم وأسئلتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. كنت معكم أنا محدثكم أمجد قرشة من رحاب مسجد الدار في أوكفيل وعبر أثير MTV الكندية العربية اليوتيوبية. كنا معكم رمضان كريم تقبل الله طاعتكم لا تنسونا من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Multimedia Box TV.